تعززت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم الموجه للشباب والعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الصغرى. بالموازاة مع ذلك، تم تطوير آلية الدولة كما ونوعا من أجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات، فمدة العقود جرى تمديدها وأصبحت قابلة للتجديد، وصيح المستفيدون منها بالأولوية في التثبيت. أما بخصوص السكن فتم جهد جبار يبذل منذ سنة 2000 إلى يومنا هذا، وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب والتقليص من حجم الاحتجاجات. وإنني لعلى يقين رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه من أن تمة طلبات ستظهر مجددا علينا معالجتها بكل موضوعية ورزانة. إن البرنامج الخماسي الحالي يروم إنجاز 2 مليون من السكنات، منها أكثر من 1 مليون سيتم تسليمها قبل 2014. كما قررنا تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة، ورفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للأسر الراغبة في بناء سكناتها أو شرائها. باختصار، الإنجازات شاخصة أمامكم والإحصاءات بادية للجميع، وهي كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها، ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الأخرى. لكن هل يمكن القول أن كل شيء على ما يرام؟ لا بكل تأكيد، فتمة أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والمحاباة والتبذير والفساد وما إليها، والدولة عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة وإصرار. إنها معركة أخرى لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب، إذ كل ما يتحقق في البلاد يكون لكم ومعكم وبفضلكم. سيتم قريبا اتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا وتنشيط جهاز الدولة، وستأتي هذه الإجراءات لدعم محاربة البيروقراطية والاختلالات المسجلة في إداراتنا والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية. وخلال هذه السنة سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع التطلعات الساكنة. وضمن هذا السياق سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها. إن ترقية المؤسسة وتأهيلها يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد ورفع مستوى الإنتاجية وتحسين التنافسية، ومن ثم يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار الموجه للمؤسسات الاقتصادية في كافة قطاعات النشاط، وذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين. كما يتعين على الحكومة أيضا إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة، وبصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار. منذ أكثر من عقدين من الزمن باشرت الجزائر نظام التعددية السياسية، كان لها ثمن باهظ سدد ضريبتها شعبنا بلا دعم ولا مساندة من أي كان في العالم. وتتمثل التعددية السياسية في بلادنا عبر وجود ما يقارب 30 حزبا سياسيا وبرلمان تعددي في أغلبيته وأقليته. كما تنعكس التعددية كذلك في حرية التعبير التي هي واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها. وإنه لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا، بلد خال من أي سجين رأي أو معتقل سياسي. إن هذا لمكسب لافت ينبغي دعمه دوما.